الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، أبائي أمهاتي أبنائي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درسنا اليوم كما ذكرت منذ قليل بعنوان الفعل المضارع، وبالضبط الفعل المضارع المرفوع. سنكتشف الأمر خطوة بخطوة. أولا علينا قراءة الأمثلة. المثال الأول: أنا أرسم دائرة، تحفظ البنت القاعدة، يسقي الفلاح أرضه، نراجع دروسنا حتى ننجح، أنت تساعدين أمك، الولدان يلعبان بالكرة، التلاميذ يغرسون الشجيرات. إذن كما تلاحظون هذه هي الأمثلة. لاحظوا جيدا هذه الكلمات التي سأضع تحتها الآن سطر. لاحظوا هذه الكلمات، ها هي، أرسم، تحفظ، يسقي، نراجع، تساعدين، يلعبان، يغرسون. هذه الكلمات التي تحتها خط الآن ما نوعها؟ نحن نعرف أن الكلمة ثلاثة أنواع: اسم أو فعل أو حرف. هذه الكلمات هي أفعال. نعم هي أفعال. لماذا؟ لأن هذه الكلمات تدل على حدث أو عمل. لاحظوا، أرسم هنا عمل أو حدث، تحفظ، يسقي، لاحظوا كلها أحداث وأعمال. الآن هذه الأفعال في أي زمن حدثت؟ هل حدثت في الماضي أو الحاضر أو في الأمر؟ هذه الأفعال حدثت في الحاضر. نعم، لماذا؟ لاحظوا، أرسم متى أرسم؟ الآن. تحفظ متى تحفظ؟ الآن. يسقي متى يسقي؟ الآن. لو كنا في الماضي ماذا كنا نقول هنا؟ أرسم. لا أقول أرسم، إنما أقول رسم، وهنا حفظ، وهنا سقى، وهكذا. إذن هذه أفعال وقعت في الزمن الحاضر. إذن هذا هو الفعل المضارع. الفعل المضارع هو كل حدث أو كل عمل وقع في الزمن الحاضر، أو يمكن أن يحدث أيضا في الزمن المستقبل. سأعطيكم مثال: لو قلت لكم أحسن خطي عند الكتابة، سأحسن خطي الآن وسأحسنه أيضا مستقبلا. أنتبه للأستاذ عند الشرح، أنتبه للأستاذ الآن وأنتبه إليه مستقبلا. إذن هذا الحدث أو هذا العمل قد يقع في الحاضر ويستمر وقوعه حتى المستقبل. إذن دعنا نلخص تعريف الفعل المضارع. ماذا قلنا؟ هو كل حدث أو عمل. إذن هو كل حدث أو عمل وقع في الزمن، في أي زمن؟ الزمن الحاضر أو المستقبل أو المستقبل. إذن هذا هو تعريف الفعل المضارع. إذن نقول هو كل حدث أو عمل وقع في الزمن الحاضر أو المستقبل. لا، تعريف آخر: الفعل المضارع وهو ما دل على حدث أو عمل وقع في الزمن الحاضر أو المستقبل. إذن هذا هو تعريف الفعل المضارع. رجاء أعد ورأي: الفعل المضارع هو كل حدث أو عمل وقع في الزمن الحاضر أو المستقبل. إليكم هذه المعلومة الجديدة. أستطيع أن أكتشف الفعل المضارع في هذه الجمل من خلال علامتين أو من خلال شيئين مهمين. لاحظوا الأفعال المضارعة، لاحظوا بداياتها بماذا تبدأ. تبدأ بأحد هذه الحروف، سأكتبها الآن.
لدينا الحرف الأول وهو الألف والنون والياء والتاء. لاحظوا الفعل الأول بماذا بدأ؟ بالألف. لاحظوا هذا الفعل، التاء، هذا الياء، هذا النون، هذا التاء، هنا الياء، هنا أيضا الياء. إذا جمعت هذه الحروف ألف والنون والياء والتاء، هذه الحروف تسمى حروف المضارعة، أي أن هذه الحروف تتصل فقط بالفعل المضارع. لاحظوا فعل المضارع ستجد في بدايته هذه الحروف، إحدى هذه الحروف، ولهذا سنسمي هذه الحروف بحروف المضارعة. سأكتبها هنا حروف المضارعة. ما هي حروف المضارعة؟ ألف والنون والياء والتاء. سأسهلها عليكم، سأجمعها في كلمة ستصبح آنيت. آنيت، ألف والنون والياء والتاء، آنيت. أو أجمعها في كلمة أخرى نأتي. إذن هذه هي حروف المضارعة حتى يسهل عليكم حفظها. إذن حروف المضارعة يا أبنائي مجموعة في كلمة نأتي أو أنيت، النون، الألف، التاء، الياء، الألف، النون، الياء، التاء. إذن هذه الحروف تتصل فقط بالفعل المضارع. لاحظوا الفعل المضارع في بدايته يجب أن تكون هناك واحدة من حروف المضارع. لاحظوا هنا الألف، هنا التاء، هنا الياء، هنا النون، هنا التاء، هنا الياء، هنا أيضا الياء. إذن الحالة الأولى التي أستطيع من خلالها معرفة الفعل المضارع في الجمل من خلال حروف المضارع. لاحظ حروف المضارع، إذن هذه هي أفعال مضارع. هناك حالة أخرى أيضا أو علامة أخرى أستطيع أن أعرف بها الفعل المضارع في الجمل، وهو أن الفعل المضارع يقبل أمامه حرف السين وسوف التي تدل على المستقبل. أعيد، الفعل المضارع يقبل أمامه السين أو سوف. لنجرب، ضعوا هنا أمامها س السين، سأرسم دائرة، ما رأيكم؟ صحيح، سوف أرسم دائرة. لو كان في الماضي رسم التلميذ دائرة، جربوا أمامها سين، سرسم دائرة. خطأ، ذلك فعل ماضي وبالتالي لم يقبل السين أو لم يقبل أيضا سوف. نجرب هنا، تحفظ البنت القاعدة، ستحفظ البنت القاعدة، هنا صحيح، سوف تحفظ البنت القاعدة أيضا صحيح. جربوا هنا، سيسقي الفلاح أرضه، سوف يسقي الفلاح أرضه. إذن لدي علامتين أو حالتين أستطيع من خلالهما معرفة الفعل المضارع في الجمل. أول شيء، الفعل المضارع دائما في أوله واحدة من حروف المضارع المجموعة في كلمة نأتي أو أنيت، أي الألف أو النون أو الياء أو التاء. لاحظوا أمامكم هنا. أما العلامة الثانية أستطيع من خلالها معرفة الفعل المضارع من خلال وضع أمام هذا الفعل السين أو سوف. سأرسم هنا صحيح، ستحفظ هنا صحيح، سوف يسقي، سنراجع، ستساعدين، سيلعبان، سيغرسون. لاحظوا هنا الفعل صحيح وبالتالي فهذا فعل مضارع. دعنا نسجلها هنا، الفعل المضارع، الفعل المضارع قلنا يقبل السين، يقبل السين أو سوف. إذن لدينا هاتين العلامتين التي من خلالهما نعرف الفعل المضارع، حروف المضارعة أو سين وسوف. نمر وإياكم لمعرفة الحالات الإعرابية للفعل المضارع. الفعل المضارع يا أبنائي لديه عدة حالات إعرابية. الحالة الأولى وهي الرفع، وهي موضوع درسنا اليوم، الفعل المضارع المرفوع، أي أن الفعل المضارع يكون مرفوعا. كذلك الحالة الإعرابية الثانية وهي النصب، وهذا ما سنعرفه في دروس أخرى. هناك أيضا حالة إعرابية أخرى وهي الجزم، وهناك حالة إعرابية أخرى وهي البناء. كل هذه الحالات سوف نعرفها إن شاء الله مستقبلا. اليوم سوف نركز على الحالة الإعرابية الأولى وهي الرفع، أي متى يكون الفعل المضارع
مرفوع. نأتي هنا، لاحظوا جيدا، أنا أرسم دائرة، كيف جاء هذا الفعل المضارع؟ جاء مرفوعا، هنا الضمة، جاء مرفوعا. أيضا اقرأوا المثال الثاني، تحفظ البنت القاعدة، إذا جاء مرفوعا. أيضا نلاحظ هنا، نراجع دروسنا حتى ننجح، إذا هنا أيضا جاء مرفوعا. أسألكم سؤال، هل سبق هذا الفعل المضارع إحدى أدوات النصب؟ لا. هل سبقته إحدى أدوات الجزم؟ لا. إذا الفعل المضارع عندما يكون لوحده لم يسبقه شيء فإنه يكون دائما مرفوعا. إذا احفظوا هذه القاعدة، الفعل المضارع إذا لم يسبقه شيء إحدى أدوات النصب أو أدوات الجزم فإنه يكون دائما مرفوعا. دعنا نسجل هذا الكلام، الفعل المضارع إذا لم يسبقه، هنا شرط، إذا لم يسبقه شيء أي أدوات النصب أو أدوات الجزم فإنه يكون، ماذا يكون؟ حالته الإعرابية قلنا يكون مرفوعا، فإنه يكون مرفوعا. لاحظ، لم يسبقه شيء، إذن مرفوع، هنا أيضا مرفوع، هنا أيضا مرفوع. أظننا قد فهمنا الفعل المضارع المرفوع. الفعل المضارع المرفوع في جميع النصوص وفي جميع الجمل له ثلاث حالات، أي أننا سنجده على ثلاث حالات سنكتبها هنا على الصبورة. الحالة الأولى سنجده فعلا صحيح، فعلا صحيح الآخر، فعل صحيح الآخر، وسنجده فعل معتل الآخر، وسنجده فعلا من الأفعال الخمسة. إذن هكذا سنجد الفعل المضارع المرفوع، سنجده بهذه الحالات الثلاث. سنجده إما يكون فعل صحيح الآخر، وإما فعل معتل الآخر، وإما واحد من الأفعال الخمسة. لا تتعجب، سنفهم كل حالة على حدة. سنبدأ بالحالة الأولى، سنجده فعلا صحيح الآخر. لاحظوا هذا الفعل، أرسم، هو فعل صحيح الآخر، أي لا يوجد في آخره واحدة من حروف العلة. أتعرفون حروف العلة ما هي؟ نعم، حروف العلة وهي مجموعة في كلمة واي. حروف العلة جمعتها لكم في كلمة واحدة وهي واي، أي حروف العلة هي الواو أو الألف أو الياء، هذه تسمى حروف العلة. هل الآن أرسم فيها واحد من هذه الحروف؟ إذن لا، لاحظوا في الآخر، إذن هو صحيح الآخر، هذا الفعل هو صحيح الآخر، هذا الفعل صحيح الآخر، هذا الفعل الآن هل هو صحيح الآخر؟ لاحظوا الياء، لاحظ، إذن هذا ليس صحيح الآخر، لاحظوا هذا الفعل هو صحيح الآخر. الآن وجدنا في المثال الأول والمثال الثاني والمثال الرابع أن هذه الأفعال المضارعة المرفوعة جاءت صحيحة الآخر. لما كانت هنا صحيحة الآخر، ما هي العلامة الإعرابية الآن؟ العلامة الإعرابية هي الضمة هنا، لاحظ، الضمة، هنا الضمة، وهذه الضمة هل هي ظاهرة؟ هل ترونها بالعين؟ نعم، هاي، أرسم، نحفظ أو تحفظ، تراجع، أكتب، أرسم، أذاكر، أراجع، أخرج، لاحظوا كل هذه الأفعال نعم مرفوعة وعلامة رفعها الضمة الظاهرة. إذن لما يكون الفعل صحيح الآخر فإن علامته الإعرابية هي الضمة الظاهرة، بشرط أن يكون فعلا صحيح الآخر.
فلو طلب مني وقيل لي اعرب هذا الفعل فأقول أصم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. من يعرب لي هذا الفعل؟ تحفظ فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. هذا الفعل أيضا نراجع، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. إذن الفعل المضارع المرفوع يا أبنائي في حالته الأولى عندما يكون فعل صحيح الآخر، أي لا توجد به هنا حرف علة، شرط أن لا تكون هنا به حرف علة، فإنما تكون علامته الإعرابية الضمة الظاهرة، الضمة الظاهرة للعين. نأتي الآن للحالة الثانية، أي عندما يكون هذا الفعل المضارع المرفوع فعلا معتل الآخر. ما معنى فعل معتل الآخر؟ أي في آخره حرف علة. ما هي حروف العلة؟ ذكرتها منذ قليل، الواو أو الألف الطويلة أو الألف المقصورة أو الياء. لنلاحظ المثال الثالث، يسقي الفلاح أرضه، هذا هو الفعل. انظروا في آخره حرف من حروف العلة وهو الياء، إذن فهو فعل مضارع معتل الآخر. سأعطيكم أمثلة أخرى عن أفعال مضارعة وهي معتلة الآخر، تابعوا معي جيد. لدينا الفعل يرجو، هنا حرف العلة في الأخير هو الواو، يرجو التلميذ النجاح. نواصل، لدينا مثلا الفعل يحيى بمعنى يعيش. لاحظوا هنا حرف العلة أين هو؟ ها هو الألف الطويلة. لدينا الفعل يبكي مثلا، الفعل يبكي، لاحظوا حرف العلة هنا، ها هو حرف العلة. لدينا مثلا الفعل يسعى، لاحظوا حرف العلة هنا، الألف المقصورة. إذن كل هذه الأفعال هي أفعال معتلة الآخر بها حرف علة في الأخير. لاحظوا معي جيدا هذه الأفعال، سأقوم بشكلها أولا، يرجو، يحيى، يبكي، يسعى. فيما مضى في الحالة الأولى عندما كان فعلا صحيح الآخر قلنا أن العلامة الإعرابية هي الضمة الظاهرة، الضمة التي نراها هاهي. الآن عندما كان هذا الفعل معتل الأخير في حرف العلة في الأخير، أين ذهبت الضمة؟ نلاحظ أن الضمة اختفت، هل توجد هنا الضمة؟ لا توجد الضمة. ماذا نقول الآن؟ نقول أن هذا الفعل المضارع المرفوع به ضمة مقدرة، الضمة موجودة هنا ولكنها مقدرة أي مختفية، الضمة موجودة هنا فوق الواو فوق الألف وفوق الياء وفوق هذه الألف المقصورة ولكنها مختفية مستترة، هي مقدرة لا تظهر بالعين مثل هذه. ما هو السبب؟ السبب يرجع إلى وجود حرف العلة، وجود حرف العلة هو الذي منع من ظهورها، لم يجعلها تظهر مثل هنا الضمة الظاهرة. فهنا الإعراب ماذا أقول؟ يسقي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، الضمة المقدرة وليست الضمة الظاهرة. أظن أن الأمر واضح. نفس الشيء بالنسبة للفعل يرجو، فأقول يرجو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة ليست الظاهرة، الضمة المقدرة. كذلك هنا يحيى، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة وليست الظاهرة. يبكي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. يسعى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. إذن لاحظنا مع بعضنا البعض، متى يكون الفعل المضارع المرفوع معتل الآخر يكون علامته الإعرابية الضمة المقدرة. سأكتبها هنا، الضمة
المقدرة. إذا كان الفعل المضارع المرفوع فعلا معتل الآخر به حرف علة، فإن علامته الإعرابية تكون الضمة المقدرة. أظن أن الأمر واضح، أعيدها للمرة الأخيرة. إذا كان الفعل المضارع المرفوع فعلا معتل الآخر أي به حرف علة، فإننا نقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. نمر وإياكم الآن إلى الحالة الثانية، أي عندما يكون الفعل المضارع المرفوع من الأفعال الخمسة. يا أستاذ، ما هي الأفعال الخمسة؟ الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصلت به ياء المخاطبة، ألف الاثنين، أو واو الجمع. تعالوا حتى نفهم أكثر فأكثر. المثال الخامس والسادس والسابع: أنت تساعدين، هذا فعل مضارع اتصلت به ياء المخاطبة، أنت تساعدين، إذن هذا فعل من الأفعال الخمسة. الولدان يلعبان بالكرة، إذن هذا فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين فهو من الأفعال الخمسة. التلاميذ يغرسون، التلاميذ يغرسون الشجيرات، إذن هذا فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة فهو فعل من الأفعال الخمسة. لاحظوا هاته الأفعال الثلاث، هل العلامة الإعرابية هنا هي الضمة الظاهرة؟ هل ترون الضمة الظاهرة؟ غير موجود. هل الضمة المقدرة؟ لا، ليست الضمة المقدرة، لكن هناك شيء يشترك فيه الأفعال الثلاثة. ما هو يا ترى؟ ما هو الشيء الذي يشترك فيها الأفعال الثلاثة؟ يشتركون كلهم في حرف النون، في حرف النون، ولهذا ستكون النون هي العلامة الإعرابية. ثبوت هذه النون، ثبوتها سيكون هو العلامة الإعرابية. لاحظنا هنا الضمة الظاهرة وهنا الضمة المقدرة. هنا عندما يكون الفعل المضارع من الأفعال الخمسة فإن علامته الإعرابية ستكون ثبوت النون، ولهذا سأقول تساعدين فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. أظن الإعراب واضح. نعرف الكلمة الثانية، يلعبان. يلعبان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. قلنا دائما هنا بالنسبة للأفعال الخمسة فإن العلامة الإعرابية هي ثبوت النون. نعيد، يلعبان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. لماذا؟ لأنه من الأفعال الخمسة. أترك لكم إعراب كلمة يغرسون، ماذا ستقولون؟ يغرسون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. ملاحظة بسيطة جدا، بالنسبة لياء المخاطبة وألف الاثنين وواو الجماعة تعرب فيما بعد ضمائر متصلة في محل رفع فاعل. استمعوا جيدا لهذه الملاحظة، بعدما تنتهون من إعراب هذه الأفعال، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، تقولون فيما بعد وياء المخاطبة أو ألف الاثنين أو واو الجماعة ضمير متصل في محل رفع فاعل. إذن يا أبنائي تعلمنا أنه إذا كان الفعل المضارع المرفوع من الأفعال الخمسة فإن علامته الإعرابية هي ثبوت النون. هكذا لنعيد بعجالة بالنسبة للفعل المضارع المرفوع، إذا كان فعلا صحيح الآخر لا يوجد به حرف علة في آخره فإن علامته الإعرابية هي الضمة الظاهرة، فتقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الآن إذا كان هذا الفعل المضارع المرفوع فعل معتل الآخر أي في حرف علة في الأخير، واحد من حروف العلة، الواو أو الألف الطويلة، الياء المقصورة أو الياء المقصورة والألف المقصورة، فتقول فعل مضارع مرفوع
وعلامة رفعه الضمة المقدرة. أعيد، الضمة المقدرة وليست الضمة الظاهرة. الآن إذا كان هذا الفعل المضارع المرفوع من الأفعال الخمس، الأفعال الخمسة بمعنى اتصلت به ياء المخاطبة أو ألف الاثنين أو واو الجماعة، فإنه يعرب هكذا: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمس. أما هاته الضمائر ياء المخاطبة وألف الاثنين وواو الجماعة تعرب فيما بعد في محل رفع فاعل. إلى هنا نكون وقد وصلنا وإياكم إلى نهاية شرح هذا الدرس. أضرب لكم موعد آخر إن شاء الله مع دروس أخرى. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.